أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: هذا من شيعته وهذا من عدوه. صدق الله العلي العظيم. يا الله، كلام صريح، والصراحة قد تكون محبوبة، وإن كانت فيها أحيانا لسعة، شيعة علي هم الفائزون. هذا إجمالا واضح، إجمالا بديهي لمن راجع النصوص الشريفة، لا سيما الأحاديث النبوية الشريفة، لوجود هذا المعنى في روايات صحاح بلا إشكال عند كل المسلمين، بل لوجود ذلك في الروايات المتواترة إجمالاً، لا شك أنها بدرجة من التواتر الإجمالي، والتواتر لا يمكن إنكاره، أصل المعنى صحيح بل بديهي لمن يراجع الأحاديث النبوية الشريفة، لا بأس. شيعة أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه فائزون، ولكن قد يكون شخص ليس شيعيا ويفوز. يعني القضية ليست محصورة في شيعة أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه، كلا، هذا كلام باطل. الصحيح هو أن شيعة علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه هم الفائزون وغيرهم لا يفوز. طبعا تطالبني بدليل، ومن حقك ذلك، آتي لك بدليل. من أين تريد الدليل؟ تريد من القرآن الكريم؟ آتي لك من القرآن الكريم.
هذه الآية المباركة التي توجنا وبدأنا بها الحديث، الله سبحانه وتعالى يقول: هذا من شيعته وهذا من عدوه. الآية قرأناها مرارا تكرارا، هل توجهت إلى هذه النقطة في الآية المباركة، أن الآية المباركة فيها إشعار على أن الناس قسمان، إما من شيعة الرسل والأوصياء وإلا فمن أعدائهم، لا يوجد قسم ثالث، الشخص الذي ليس من شيعة رسول فهو من أعدائه، أعداء الرسل أين؟ أعداء أمير المؤمنين أين؟ إذا لم يكن شيعياً فإذن من هو؟ في صف الأعداء. الشخص الذي هو من شيعة أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه، اللهم صل على محمد وعلى محمد، هذا من شيعته ولا شك أنه فائز. الذي ليس من شيعة علي في أي صف؟ في صف أعدائه، أعداء أمير المؤمنين، أين هم؟ ما عندك ثالث؟ ما اقتنعت؟ لا بأس، أأتي لك بآية أوضح من هذه، آية قرآنية. الله سبحانه وتعالى يقول، طبعا هذه الآية تبين قضية عقلائية بل عقلية وهي شرعية، يعني قرآن وبين دليلا عقليا، القضية واضحة جدا. يقول الله سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه قضية عقلية أصلا وبينها القرآن الكريم. بعد الحق ما هو؟ ضلال. يوجد بعد الحق شيء آخر غير الضلال؟ لا. وهذا هو السر في أن الناس إما من شيعة الرسل والأوصياء أو من أعدائهم. أنا وأمثالي الناس العاديون كثيرا ما يكون حقهم مختلط بباطل، ليسوا حقا مطلقا. الناس العاديون حق معه باطل، جانب من القضية حق، جانب آخر باطل. الرسل ليسوا هكذا، الرسل معصومون، الرسل قولهم ادعاؤهم طريقتهم حق، إن مشيت مع الرسول مع كل رسول في زمنه في إطار رسالته أنت مشيت في الطريق الصحيح، ما مشيت في هذا الطريق أنت تمشي في طريق أعدائه، لأنه لا يوجد شيء ثالث. هذا بالنسبة إلى الرسل الأوصياء، فكيف بمن هو أشرف وأفضل وأعظم من جميع الرسل إلا من خاتمهم صلى الله عليه وآله، وهو أمير المؤمنين، اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله عليهما وآلهما، الذي نص النبي صلى الله عليه وآله بكل وضوح قال: علي مع الحق والحق مع علي، يدور الحق معه حيثما دار. اللهم صل على محمد. أمير المؤمنين هو الحق المطلق، شيعة علي مع هذا الحق المطلق، فماذا بعد الحق إلا الضلال.
دليل واضح أم لا؟ الآية المباركة والرواية الشريفة تبينان مقدمتين والنتيجة واضحة. المقدمة الأولى الآية المباركة تبين ماذا بعد الحق إلا الضلال، لا يوجد بعد الحق إلا الضلال. الرواية الشريفة الصحيحة بل المتواترة التي لا ينكرها أحد من المسلمين، النبي صلى الله عليه وآله قال علي مع الحق والحق مع علي. اجعل هذه المقدمة عند هذه المقدمة، الذي لا يكون من شيعة علي لا يكون مع الحق. لا يكون مع الحق يعني ماذا؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال. ضلال، الضلال أين مصيره؟ مصير الضلال الفوز؟ عندما أقول شيعة علي صلوات الله عليهم الفائزون ولا غير، ولا غير أنا لا أقول، القرآن والرواية الشريفة كلام النبي صلى الله عليه وآله. يبدو لي الدليل جدا جدا واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار وفي رائعة النهار. ننتقل من الآيات القرآنية إلى الأحاديث النبوية الشريفة. في الأحاديث النبوية الشريفة هذا المعنى بكل وضوح مذكور. أسرد بسرعة بسرعة ثلاثة أحاديث نبوية شريفة. الحديث الأول، الحديث الصحيح عند العامة بأسانيد صحيحة عندهم، أن الأمة ستفترق على 73 فرقة. من بين هذه الفرق فرقة ناجية، شيعة علي ناجون أم لا؟ لسنا نحن نقول لا شك، في رواياتهم لا شك أيضا. شيعة علي هم خير البرية، اقرأوا تفاسيرهم بأسانيدهم الصحيحة عندهم في تفسير سورة البينة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، هم خير البرية علي وشيعته صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الأمة تفترق على 73 فرقة، شيعة علي ناجون، من بقي؟ فرقة ناجية. حديث شريف آخر، لا أريد أن أتوقف بسرعة، حديث شريف آخر، حديث الثقلين. أحد يتمكن أن ينكر صدور هذا الحديث الشريف من النبي صلى الله عليه وآله؟ لا، قطعا صدر قطعا النبي صلى الله عليه وآله هذه الكلمة تفوه بها. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. بهما بالقرآن والعترة، الذي لا يتمسك بالقرآن والعترة ضلال. واضح؟ حديث شريف ثالث، حديث أيضا متفق على صحته بلا إشكال، النبي صلى الله عليه وآله يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. في بعض المصادر للعامة أيضا النبي صلى الله، بالأسانيد الصحيحة طبعا أقول عندهم، النبي صلى الله عليه وآله قال لن يفترقا، علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. أسأل منكم، أسأل من كل المسلمين، الذي لا يكون مع القرآن هو على الجادة، هو على الحق أم ضال؟ لا يشك أحد من المسلمين أن الذي لا يكون مع القرآن، لا يتبع القرآن الكريم، فهو ضال منحرف، ومن مشى خلفه فهو أيضا ضال، يعني ذاك ضال ومضل، هو ضال ويضل، أليس كذلك؟
النبي صلى الله عليه وآله بعبارة أوضح من هذا تريد أن يقول؟ ماذا قال؟ قال علي مع القرآن والقرآن مع علي، لا يفترقان أو لن يفترقا حتى يردى علي الحوض. لماذا هذا الشيء الذي تعتقده بالنسبة إلى القرآن لا تقوله بالنسبة إلى أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين لا يفترق عن القرآن ولن يفترق عن القرآن؟ الذي لا يكون مع القرآن ضال منحرف مضل، فالذي لا يكون مع علي ضال منحرف مضل. خلاص، دليل واضح أم لا؟ وقس على ذلك، هذه كنماذج من القرآن الكريم من الأحاديث النبوية الشريفة. يا أخي، القضية فيها صراحة، فيها صراحة، الصراحة لها لسعة أحيانا، الكلام ليس كلاما سيئا، هي الصراحة أحيانا لا يتمكن أن يقبله البعض. لا، لا تريد أن تقبل، لا بأس، رد كلامي بكلام، رد دليلي بدليل، رد حجتي بحجة، رد منطقي بمنطق. أنا ذكرت آية قرآنية، ناقشني في الاستدلال بهذه الآية القرآنية، ناقشني في الاستدلال بهذا الحديث الشريف. ذكرت حديثا نبويا صحيحا عندك، ليس فقط صحيحا عندي، عندك أيضا صحيح. الغدير هو اليوم الذي جاهر النبي صلى الله عليه وآله أكبر مجاهرة بهذه الحقيقة. يوم الغدير هو اليوم الذي لم يترك رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد عذرا مضمون كلام الصديقة الكبرى، أو لعله نص كلامها، وهل ترك أبي يوم الغدير لأحد عذرا، هذا لعله نص كلام الصديقة الكبرى صلوات الله عليها. النبي ما ترك لأحد عذرا أبدا في يوم الغدير. يوم الغدير يوم التوضيح. من أسماء يوم الغدير كما في الرواية الشريفة عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يوم نشر العلم. أي علم؟ هذا العلم، هذه الحقيقة. النبي صلى الله عليه وآله بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يرضى لأحد أن ينحرف. بيّن، أوضح. أمته افترقت لأنها ما أخذت بكلام النبي صلى الله عليه وآله. يوم الغدير هو يوم الصراح، هذا من أسماء الغدير. الغدير له أسماء وأسماء بالعشرات ذكرت في الروايات الشريفة. يوم التصريح، صرح النبي، صرح يعني النبي ما ترك شيئا لأحد. لماذا المنافقون اجتمعوا واجتمعوا واجتمعوا في نفس يوم الغدير، في نفس اليوم بعد أن بايعوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه بإمرة المؤمنين، بايعوا أمير المؤمنين بالولاية، ذهبوا إلى الخيام وتداولوا ما تداولوا. روايات موجودة، قالوا عن النبي صلى الله عليه وآله كلاما سيئا جدا. لعلنا نقرأ بعض الروايات العجيبة العجيبة نفس يوم الغدير، لأن النبي صلى الله عليه وآله بالفعل ما ترك لأحد عذرا، خلاص أوضح بكل وضوح. فلا تستغرب عندما ترى فئة انحازت إلى الحق وفئة انحازت عن الحق،
فئة قليلة دائما، الآن قليلة ستكون كثيرة، انحازت إلى الحق كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير، وفئة كبيرة انحازت عن الحق. يا أخي حقا بعض الأشياء لا أتمكن أن أهضمها أصلا لا أتمكن أن أهضمها. يا أخي أنت تقول أنت المؤمن، تقول علي مولاي، مولانا علي، مولاي علي صلوات الله عليه، يغضب البعض، يغضب سبحان الله. النبي صلى الله عليه وآله استخدم كلمة المولى، يعني لو كانت الكلمة كلمة ثانية أنت فسرتها قد هو لا يقبل تفسيرك، قد هو يناقش. النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث المتواتر بأعلى درجات التواتر، أنا لا أقول، النواصب يقولون أنها متواترة بأعلى درجات التواتر، كثير من أسانيده صحاح وحسان، كثير يعني أعلى من التواتر. هذه الكلمة ليست كلمتي، كلمة أحد علمائهم الكبار الكبار، كلمة ابن حجر. النبي ماذا قال في هذه الكلمة؟ قال من كنت مولاه مولى فهذا علي مولاه. يغضب الطرف، أنت تقول علي مولاي، مولانا علي، عجيب. الآن أنت قل في مجمع من مجامعهم قل مولاي علي، يغضبون. إذا تمكنوا يظهرون الغضب لك، ما تمكنوا يغضبون في داخلهم، عجيب. هذه كلمتي أم كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ رسول الله ألا تدعون أنه نبيكم؟ مولاي علي، نعم مولاي علي، رسول الله قال. أن يأخذ الإنسان الضلال، الضلال يأخذ الإنسان إلى أين؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لا تستغرب عندما تسمع أن المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ويتأسف الأسف للناس، لو أن الأمة منذ قبض أو منذ قبض الله نبيه اتبعوني وأطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم رغدا إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد رغدا، حياة هنيئة. هذا الشيء الذي البشر آلاف السنوات يبحث عنه ولا يجدوه، ولا يجده، الحياة الهنيئة الرغد. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم رغدا، يوم يومين لا إلى يوم القيامة. لازلنا في أجواء فرحة النبي صلى الله عليه وآله في الغدير. النبي صلى الله عليه وآله بقي في الغدير، في غدير خم 3 أيام، يأخذ البيعة لأخيه أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما. لازلنا في أجواء رفع القلم عن المؤمنين بالمعنى الصحيح لرفع القلم، لأنه 3 أيام من يوم الغدير إلى 3 أيام حسب الحديث الشريف عن الإمام الرضا صلوات الله عليه. لازلنا في الأجواء الروحانية الجميلة الرائعة لهذه النعمة الكبيرة التي نزلت على المؤمنين. النعمة نزلت، المؤمنون قبلوها، المؤمنون سمعوها وآمنوا بها.
الحمد لله على هذه النعمة العظيمة، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذه النعمة وأن يزيدنا من هذه النعمة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الفرحة العظمى لرسول الله أن يتم فرحته بظهور ولده الإمام المهدي من آل محمد.